سمعت موقف في الإذاعة التونسية بيتكلم عن شاب والده ووالدته عملوا حادثة وهم راجعين من الحج، وهو كان شخص وحيد ملوش إخوات. يعني والده ووالدته كانوا بالنسبة له كل حاجة في الدنيا بعد ربنا طبعا. الناس كانت بتحكي إن لحظة الفراق اللي عاشها الشاب ده مهما عدى عليها سنين وسنين مش بتتنسي ولا حتى قادر يتجاوزها، وقد إيه اللحظة دي مش ممكن ينساها أو ينسى قوتها، وإنها بتفضل محفورة في ذاكرته العمر كله. وقتها الشخص ده عرف يعني إيه إن الحياة ممكن تقف بعد الفراق. بس مش ده الغريب في القصة، الغريب إن الشاب ده لما واجه كل مشاكل حياته بعد صدمة الفراق اكتشف حاجة غامضة جدا. اكتشف إنه خلاص ما بقاش يتصدم من أي حاجة سواء كبيرة ولا صغيرة. حتى لما حد من أصحابه بيموت اكتشف إنه خلاص الصدمة بالنسبة له بقت مصطلح مش موجود أصلا. كان بيعتبر الموت عادي جدا حتى من غير أي اندهاش. بقى شخص بارد المشاعر، بيتعامل مع الحياة بكل عفوية وسذاجة. ولما عملوا لقاء مع الشاب ده سألوه عن حالته وإيه اللي حصل بعد الموقف ده، قال إن بعد الصدمة اللي عاشها ما بقاش فيه أي حاجة مستغربها، خلاص الصدمة خلصت عليه وخدت معاها أي رد فعل. أنتوا متخيلين يا جماعة، إحنا دلوقتي قدام شخص كسرته الحياة بأبشع الطرق، وكأن لسان حاله بيقول زي ما قال السجين لما تسأل عن إحساس الألم فجاوبهم وقال لهم أول 20 جلدة فقط ثم بعدها لن أشعر بشيء. اللي هو هنا السجين أو المعاقب بيقول إنك مش هتحس بالألم غير في أول 20 جلدة، وبعد كده خلاص باقي الجلدات ما هي إلا صوت مش أكتر، لأن خلاص جبت سقف الألم. هتتهز طبعا بس من قوة الضربة، وهتسمع صوتها بس مش هتحس بيها ولا هتتأثر بألمها أو شدتها أو وجعها. علشان كده دايما لازم تكون جاهز، جاهز بإيمانك للفراق وللصدمة. وطول ما أنت مؤمن بالله هتقابل كل أنواع البلاء بصدر رحب، بقلب سليم متقبل وراضي. أحيانا الصدمات دي ممكن تكون مفترق طرق، فعشان كده وده رأيي شخصي ما تقربش قوي، حب بس ما تحبش قوي، ما تتعلقش قوي، ما تتعشمش قوي، عشان الفراق ما يصدمكش ويزعلك قوي. حب بس مش بكل المشاعر اللي عندك، قرب بس ما توقفش حياتك على حد. وافتكر كويس ان دايما ربنا عنده كل الخير، وان اي حاجة وحشة بتحصل لنا احنا سبب فيها. فحاول تتخطى، حاول تتجاوز، حاول تشبع من كل اللي حواليك قبل ما اللحظة الحتمية والأكيدة تيجي اللي هي لحظة الفراق. احنا نزلنا الشارع ودخلنا جوه الناس وسألناهم شوية أسئلة أعتقد إنها تهمكم، لكن هنرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. أبوس رجليها قبل ما أبوس إيديها، لأن أنا بندم على كل لحظة كنت بعيد عنها وهي تعبانة. العمر ما فيهوش وقت تضيعوه في الفراق، واللي بيروح ما بيرجعش تاني. حبوا بعض وحبوا تفاصيل بعض، خناقكم وعتابكم ومشاكلكم، واشبعوا من بعض قبل فوات الأوان. برنامج اطمن نزل الشارع علشان يشوف أحوال الناس، نزلنا الشارع علشان نطمن على الناس. يلا بينا. تعال نقف الشمس شوية، تعال تعال تعال. ايه الاخبار؟ ماشي الحال. الدنيا عامله ايه؟ تمام الحمد لله. شويه تعال نريح انا شويه كده، ادي ماشي زي حالك شويه كده الحمد لله. اسمك ايه؟ محمد رمضان. محمد رمضان، عندك كم سنه؟ 40. وشغال 40 يا راجل يا عجوز. خليها 48. طيب ماشي، سنه هنعديها نتصور بس. بقالك كم سنه شغال على التاكسي؟ انا من 2008. طيب قول لي، كلنا بنمر في حياتنا بأوقات صعبة، أكيد بنفقد أوقات حد عزيز على قلبنا، أكيد أب، أم، أكيد. صاحب، فراق. أخت، أكيد. ابن، الفراق. تمام. مرت بظروف زي دي قبل كده؟ أكيد مريت. مين؟
لكن بعد ما امي توفت حسيت بقى بالفراق الحقيقي، وحسيت ان الواحد لو حصل له اي ظروف في حياته مش هيلاقي بقى بيت العيله، ومش هيلاقي الجو اللي بيطبطب عليك وبيريحك وبيعيشك الوقت اللي انت بتحتاج فيه حد يطبطب عليك فيه، وقت الحزن والفراق. لو والدتك عايشه دلوقتي وبتسمعنا تقول لها ايه؟ يا ريت انا ابوس رجليها قبل ما ابوس ايديها، لان انا بندم على كل لحظه كنت بعيد عنها وهي تعبانه، بندم على كل ثانيه ضيعته من غير ما ابوس ايديها ورجليها وابوس كل حته في جسمها. الله يرحمها، يعني لانها ماتت بالكانسر، ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها ويسامحها. يعني فرقت حد عزيز عليك؟ طبعا والدي ووالدتي. من كم سنه؟ والدي من 6 سنين ووالدتي من سنه. الاب والام غاليين على قلب الواحد، ودايما فراقهم ما بيعديش على الواحد بالسهل، لازم حاجه تتوجع فيك وتتكسر. حسيت بايه بعد فراق والدك ووالدتك؟ طبعا والدي طبعا حاجه كبيره، سنة كنت مسنود عليه وكل شيء ضايع طبعا بعد الوالد يعني. وجي بعديها المحمه الحاجه والدتي برضه ضيعت كل حاجه حلوه في حياتي، يعني ما فيش حاجه لها طعم بصراحه. حاليا دلوقتي ما فيش غير الاولاد يعني. لو عايشين دلوقتي تقول لهم ايه؟ يا نفسي اخذهم في حضني، و تاخذني في حضنها ووالدي ياخذني في حضنه، اتمنى يرجعوا حتى لو لحظه واحده بس اترموا في حضنهم. اسمك ايه؟ اسلام. اسمك اسلام، عندك كم سنه؟ 32 سنه. 32 سنه يا اسلام. النهارده بنتكلم عن الم الفراق. كلنا بنفارق، سواء حبيب، صديق، اب، ام، اخت، كلنا بنمر بالظروف دي. انا عايزك تسرح بخيالك كده، عندك حد فقدته في حياتك؟ والدي ووالدتي. اصعب شيء في الدنيا. طب انا عايزك تسرح وتفكر، شعورك ايه وقت ما سمعت خبر وفاه والدك او والدتك؟ كسرت جامد ساعه موت والدتي، كان اصعب شيء في الدنيا ان انا اسمع الخبر دوت، لان هي ماتت على ايدي. كان صعب جدا وكان احساس رخم جامد، كان فظيع. كسرت بعدها حوالي بتاع اكتر من 9 شهور. فرقت مين في حياتك؟ فرقت اعز صاحب ليا ايمن، ده كان اخ وصاحب وكل حاجه عندي. عشرك كم سنه يعني؟ يعني متربينا انا وهو في كل حاجه، اكل ونوم وشغل وكل حاجه كنا مع بعض. احكي لي عن احساسك بعد ما سمعت خبر وفاته، اكيد كان فجاه. كانت حاجه صعبه طبعا، هو ربنا يرحمه توفى في رمضان، وساعه الفطار هو طلع يريح شويه، فطلع انا نخبط عليه، انا ما كنتش موجود، فجالي تليفون ان ايمن اتوفى، ما بقتش مصدق. جريت ما اتصدمت لما شفته، دي كانت اصعب حاجه الصراحه. طيب احنا النهارده بنتكلم عن الم الفراق، الوجع اللي ما بعد الصدمه، حد عزيز علينا توفى، سواء ام او اب او اخ. انا عايزك تسرح بخيالك كده وتحكي لي، اكيد فقدت حد من حبايبك. طبعا، هو الفراق بس مش فقد واحد، حاجات كتير قوي يعني، ممكن فقد الحياه نفسها، يعني فقد الانسانيه. يعني انا من زمان مثلا، من 40 سنه مثلا، كان ليا اصحاب، كان ليا واحده بحبها، كان ليا حاجات كتير قوي. الحاجات دي راحت دلوقتي خلاص، بقى الدنيا وزحمه وشغلانه وضجيج فراق. طبعا انا ما اقدرش انسى والدتي الله يرحمها، ووالدي واخويا الله يرحمهم. حاسس بالوحده من بعدهم؟ طبعا، بس هو الواحد متجوز وعنده عياله وربنا يخليه، بس برضه فينك انت نفسك، انت فين بقى بتاع زمان دي؟ يعني انت حضرتك وانت صغير كده مش كان ليك الجو بتاعك كده، الدايره بتاعتك راحت فين الدايره دي؟ الشغل اللي هيك مش كده؟ لو والدك والدتك عايشين دلوقتي، عايزك تسرح بخيالك كده تقول لهم ايه؟ اقول لهم انا قصرت في حقكم وانا صغير، كان المفروض ارعيكم اكتر من كده، وربنا يرحمكم، وكل ما افتكركم في كل صلاه بدعي لكم ان ربنا يرحمه، واخويا الله يرحمه ويحسن اليه ويتجاوز عن سيئاته يا رب. هتتعدل أحوالك هتتبدل بإذن الله، هتغلب يأس كان غالبك وتفرح فرحة من قلبك. الفراق بيوقف كل حاجة، كأنك عايش جوه مشهد مفيش فيه أبطال غيرك، مفيش جرافيك،
مفيش مصورين، مفيش مخرجين، مفيش هوا جواك بتتنفسه، ولا حتى صوت تسمعه، ولا أي حاجة بتتحرك قدام عينيك. العالم حرفياً بيقف في نظرك زي ما تكون موجود في مكانك بجسمك، جسمه وبس، لا في روح ولا في حركة. إحساس بصدمة كبيرة، خيبة، شعور مش هفهمه كويس غير اللي جرب، غير اللي عاشه بجد، غير اللي شافه. السؤال دلوقتي لحضراتكم، تفتكروا الحياة ممكن تقف على شخص؟ كلنا عارفين إن في ناس عاملة زي الأكسجين بالنسبة لنا، يعني ممكن يكونوا أداة التنفس عندنا واللي ما نقدرش نعيش من غيرهم حرفيا. يا ترى بقى ممكن نكمل حياتنا عادي بعد فراقهم، ولا فراقهم هو نهاية ومفترق طرق بالنسبة لنا؟ فكروا، اسرحوا بخيالكم، تخيلوا إن بعد الشر يعني على الجميع، إن أقرب حد ليكم راح، فريقكم مش هيرجع تاني. الإجابة على السؤال ده ممكن تختلف من شخص لشخص تاني، لكن كتير مننا أو الأغلبية، إن ما كانش كلنا، شايفين إن أيوة الحياة ممكن تقف فعلا لما نفرق شخص عزيز علينا قوي. والوقوف هنا مش شرط وقوف بالمعنى الحرفي، بس ممكن يكون جمود، برود في المشاعر. ممكن نقول إن الشخص بعد الفراق بيتحول لشخص تاني خالص، بيتحول لكتلة متحركة بتاكل وبتتنفس عادي جدا علشان دي سنة الحياة. لكن الحقيقة إنك بتكون اتحولت لشخص رافض حتى يبص بأي نظرة أمل. يعني نقدر نقول إنه بقى إنسان من غير روح، لو يصح التعبير يعني. ودي من أكبر المشاكل اللي الفراق بيسببها للواحد، بيسببها لحد يتحكم عليه بالفراق. علشان كده لازم دايما نبقى جنب أي إنسان بيمر بأزمة، لأن الفراق فعلا أزمة، والحل الوحيد علشان نعرف نعديه إن لازم يكون حوالينا ناس كتير، ناس قادرين يحسوا بينا ويساعدونا إننا نعدي من الفترة دي على خير. وفي المقام الأول إيماننا بربنا، لأن هو المنجي الوحيد من أي أمة، ونعرف إن بيجيب وإن إيماننا على الأحسن، وإن هو قدر، وإحنا مقابلنا وعارفين إن هي دي سنة الحياة. شكرا ليكم وإلى اللقاء.